ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة عدد من القضايا والملفات. وأعرب رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع عن سعادته للنجاح الباهر الذي شهدته بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي حظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث ظهرت البطولة بصورة مشرفة أمام العالم أجمع. كما أكدت قدرة الدولة المصرية على تنظيم مثل هذا الحدث الرياضي العالمي، وأعلت من اسم مصر في سجل تنظيم الأحداث العالمية بكفاءة منقطعة لا نظير، لا سيما أنها جاءت في ظل أزمة جائحة كورونا التي لا تزال تفرض قيودا على حركة ونشاط البلدان حول العالم. وفي سياق ذلك وجه دكتور مصطفى مدبولي خالص الشكر والتقدير لكافة الوزارات المعنية بتنظيم البطولة، كما عبر رئيس الوزراء عن امتنانه للدور الذي قامت به القوات المسلحة والداخلية في هذا الحدث الضخم الذي أشاد به العالم أجمع وغيرها من الجهات المعنية، لافتا أيضا إلى إشادة الاتحاد الدولي لكرة اليد بما قدمته مصر في هذه البطولة من نموذج يحتذى به في التنظيم في ظل الظروف الحالية.